السلام عليكم، شلونكم يا اساطير؟ اليوم جبت لكم تحدي جديد. لازم انا افتح الخزانات ب 55 ثانية، بس 55 ثانية. واللي مسويها، يعني هذا التحدي من المتابعين كمان، اللي حدا مساوي اقل من 55 ثانية يكتب لي بالتعليق تحت. اللي حابب يشوف الفيديو ليتس جو، مشاهدة ممتعة. هذيك يا ليك ليك تبع السهم، هذيك يا خليني اغسلها. هاي هاي M16. ثانية رقم قياسي راح يكون 50 ثانية، رقم قياسي. وعلى حسب حظي طلع موجود قدامي كثير حلو، بس اذا رجع الارض راح تبلش بيه. بسرعة بسرعة يلا 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 يلا، فوق 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 فوق. بطاقة بس بطاقة. عادي أرنب، شوف راح يصير فيه ولا خليه يجي.
معي 60 ثانية، لازم اجيب ال 60 ثانية، لازم افتح الخزنة. وانا ما في انا شو بدي اعمل باللانش باد؟ هاي لك 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 تحت هو